هيك لك هان القصة. هيك أم رمزي خبرت زوزية مرتي الله خلي ليها. الله لا يعطيك العافية يا فوزية، خليتينا نظلمها لفتحية، أنا بورجيكي. يعني جار ما يصير ماخذ بدي أسألك سؤال، هلأ أنت يعني ما بدك هذا الحجاب تبع الخلفة؟ لا، شو بدي بهيك حجابات؟ أنا زلمة من ظهر زلمة. أيوه، يعني أنا بدي أطلب منك طلب وخجلان يعني بعد إذنك، يعني إذا أنت ما بدك هذا الحجاب في مجال تعطيني إياه؟ إيه نعم، تفضل خذوه عليكو، شري. كتر خيرك يا جاري على هالمعلومة. أنا بخدامتك جاري. ها؟ الله معك. يلا يلا. فوزية فوزية يا عيون فوزية يا قلبك لفوزية روحي انت طالع قولي يا عيني هاي خاصة ها شو شو صار؟ سمعت عم نطلق تانية؟ لا هو طلع مطلع وحدة بدال وحدة ما فهمت، بعدين شو هاد اللي بإيدك؟ هاد حجاب لا تقلي إنك خبرته شو حكيت لك على يمينة من السيرة، هاد حجاب للخلفة، هو كان بده يكبه، قلت بجيبه بتحطيه بين ثيابك أنتي بلكي بجيب له أخ لحده الله لا يوفقك، وسود وشك مثل ما سودت لي وشي مع فوزية طيب شو دخلني لفوزية؟ لك يابي يابي شو في يابي؟ ليش شو مكتوب بالحجاب؟ لك ليش فتحت الحجاب يا ولد؟ لك يابي عرف أول شي شو مكتوب فيه؟ يعني شو بده يكون مكتوب فيه؟ دعوة للحرمة مشان تحبال لك لا يابي لا لك شو مكتوب؟ يابي ليك شو مكتوب؟ يخرب بيتك يا فوزية إذا ناوي الأزل فتحية ويقصف عمرك يا أبو حده شلون متحمل يا أبو عبده؟